السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرسابي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشوفنا أو تخش قناتنا ما تنساش تنزل تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو كنت جديد أو قديم لايك، لأن اللايك كتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر وشير للحلقة. هنتكلم النهاردة عن محترف من محترفينا العرب، حكيم زياش، لاعبنا العربي المغربي، وكلام كتير اليومين اللي فاتوا عن ان خلاص ارسنال يريد التعاقد مع حكيم زياش. يلا بينا جوه الحلقه نتعرف على التفاصيل، ويلا بينا نشوف حكيم زياش هيروح الارسنال ولا لا. بداية خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا، يعني مواقع كتير واخبار كتير وكلام كتير ان حكيم زياش رايح الارسنال، وان الارسنال بيعرض على اياكس مبلغ مالي من اجل الحصول على خدمات حكيم زياش. طب الكلام ده في مصلحة حكيم زياش؟ نتمنى انه يروح الارسنال؟ الكلام ده حقيقي ولا لا؟ كل ده يبقى تكهنات صحفية وتكهنات مواقع واخبار وجرايد عالمية زي الاكسبرس اللي قالت الخبر، وكذا موقع ولاجازيت، جريد لاجازيت برضو قالت نفس الخبر. فاحنا الكلام ده كله تكهنات، مفيش دخان طبعا من غير نار. طبعا لو فعلا الكلام ده حقيقي هيفيد الارسنال جدا جدا حكيم زياش، ونتمنى حكيم زياش انه ينتقل من اياكس يروح للارسنال. هيفيد الارسنال اولا، وطبعا الارسنال هيفيد حكيم زياش، وحكيم زياش هيلاقي مكانه اساسيه في الارسنال. الارسنال اللي بيبني فريق، الارسنال اللي بيمر بفتره فراغ بعد قدوم ارتيتا طبعا المدرب اللي كان شغال مساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي، وابتدى برضو يعمل كام يعني لعب ماتشين كويسين على الرغم انه اتغلب من تشيلسي، بس كان افضل من تشيلسي ولعب مباراه قويه جدا وفاز على مانشستر يونايتد وهو كان الافضل من مانشستر يونايتد. اعتقد ان حكيم زياش صفقه رابحه طبعا لارسنال، ونتمنى وجوده مع الارسنال في الدوري الانجليزي. حكيم زياش لاعب كبير، وكنا بنتمنى انه يسيب الدوري الهولندي، لان الدوري الهولندي برضو مهما كان مش زي الدوري الانجليزي. حكيم زياش لاعب متالق وهيفيد جدا جدا الارسنال، نتمنى ان الصفقه تتم والاثنين طبعا هيفيدوا بعض. اسم حكيم زياش هيكبر اكبر واكبر في الدوري الانجليزي، وهيفيد نادي الارسنال في الايام اللي جايه. هنشوف اللي هيحصل، نتمنى الخبر يكون حقيقي، وفعلا نتمنى قدوم حكيم زياش للدوري الانجليزي عن بوابة او عن طريق بوابة الارسنال. قول لنا رأيك في الكومنتات، تتمنى الصفقة تتم؟ قول لنا رأيك حكيم زياش هيفيد الارسنال ولا لا؟ كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس.